مش عايز اقول كل اعدائه، على الاقل كل من لا يحبونه محتارين فيه، ويبقى الاهلي دائما وابدا متفردا وسائرا في طريقه. الاهلي سافر النهارده صباحا الى دبي، الفريق الاول لكره القدم، بدا معسكر اعداد. الحقيقه ناس كتيره تساءلت ايه جدوى معسكر اعداد في توقيت عدد كبير من اللعيبه مش موجود، سواء مع المنتخب الاول او المنتخب الاولمبي. لكن كان حرص ريني فايلر المدير الفني السويسري على ضروره اجراء هذا المعسكر، عايز يكون مع اللعيبه اطول فتره ممكنه، عايز ياخد اكبر وقت لفرض افكاره وتطوير الاداء للمجموعه اللي موجوده وتجهيز اكبر عدد من اللعيبه. يا باشمهندس احنا اتفقنا بان السكواد بلغه اليومين دول الشباب اللي علمنا كتير بتاع الاهلي كله حاجه قويه جدا. ايوه اصحاب الخبره واصحاب الطموح الاثنين عندهم امكانيات عاليه جدا. المنتخبات سحبت منك البعض وابقت لك ما لا يقل عنهم كفاءه وطموح وقدره. المعسكر ده كويس جدا علشان اولا وخد معاه كمان خمسه من الناشئين. ايوه قطاع الناشئين. ايوه دليل ان وهو اللي اختارهم. ايوه لان فيهم اسماء ما كانتش متوقعة. معناها ايه؟ ان في تركيز جامد جدا على التعرف واعداد كل الفريق، بحيث ان يعني حالة التنافس الشريف اللي موجود في النادي بين اللعيبة تظل مستمرة ولأطول مدة. فطبعا يعني انت شايف بس دي صوره النهارده. هو واخد الفريق بالدولين بكله، وبعدين الدولين اذا ما يطلبوا ينضموا. لا مؤكد ده معسكر مهم جدا جدا جدا، واظن ربنا لو ربنا وفق يعني وقدرنا نلعب مباراه ولا حاجه هناك، عشان يعني قياس الحاله، مش اعداد ولا حاجه، قياس الحاله بس. اللبس شيك ولا ايه رايك يا ابراهيم؟ صحيح صحيح. البعثه ريني فايلر زي ما قلت لكم بيركز على تدريبات الكره في المران الاول اللي اتمرنوا الفريق مساء اليوم في دبي. مدرب حراس المرمى يانكون ميشيل عمل تدريبه خاصه جدا لحراس المرمى شريف اكرامي والشناوي وعلي لطفي، كان فيها بعض الجوانب البدنيه والفنيه. البعثة بتحظى بترحيب كامل وحفاوة واهتمام من القنصلية المصرية في دبي، وحرص قنصل مصر في دبي الأستاذ وائل فتحي على حضور مران الفريق مساء اليوم في ملعب أهل دبي. ده في بداية المعسكر، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان سبق البعثة هو والمهندس سمير عدلي، وكانوا في استقبالها في مطار دبي. المنتخب الأولمبي يا باشمهندس، كابتن شوقي غريب اختار قائمته اللي هيخوض بيها بطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لدورة طوكيو الأولمبية، فيها عمر رضوان وعمرو صلاح ومحمد صبحي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان بيكهام ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وامام عاشور وعبد الرحمن مجدي وصلاح محسن ومصطفى محمد واحمد ياسر ريان. تلاحظ يا باشمهندس عدد من لعيبه الاهلي سواء اللي لسه موجودين او المعارين او اللي انتقلوا مؤخرا. في تسعه. تسعه. قبل ما تعد يعني. هو ده تاني. معرفش الاستاذ حسن بستكياوي ليه شايف ان قطاع الناشئين مش شغال في النادي الاهلي. مع انه يعني اديك زي ما انت شايف اهو في المنتخب الاولمبي كام لعيب، وفي المنتخب الاول ده غير بقى كريم نيدفيد لو سليم كان هيبقى موجود، محمد محمود لو سليم كان هيبقى موجود. انا مبسوط ان اكرم لحق لان كان في اصابه وفي شك. لعيبه مهمه جدا جدا، وكل دول افراز قطاع الناشئين في النادي الاهلي يعني.